رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد أياكو دواقي إن الشرعية تهيني هلانا بدعاس موصن سو هذا القادم وذا هذا لدى ديح ماري دولة الصومالية يا حتى حلقو هيرقلي أفكارات كيو لقلي صومالي لان حقا هان تاريخ يباهي دا تاقن باد وشرعي إنا نهل لباد وحاكو حلن لوشي نغرو مركين يا حسلوني دا قبل كاها يو يولي سيقو كاها الله ياه بارلمان كدل كيسي من تو خميزة أبي أحمد أياسي دو أو كالي أهذا لكو قني دولة دا فدرال كاها صومالية وحانو يولي لعقا هاي صومالية كو بيحين يسميلها ورورية قاة وحدا ماها دوكسو أيوغا ديسان مغدشو سعرورتو وحوغا برتانا رئيس الوزراء إثيوبيا أي حد الكني كتيدي بارلمان كدلكي سو مانتا وكور هلي إساقو سو قدي خلاف كدبلوماسية دي دي سو كلا دحقل إثيوبيا يا سوماليا كدي مركي بلاوغي سند كنيا أي سومالي لان إثيوبيا هو دقلين إساب كراد كساب سنة بدها سومالي لان كالفردقين او رئيس الوزارو وخد بدا كتشيدين اي ايا وحاكا سو غيب غلي دنشرياش سفاردو هدو كيا لانا دي سببه هي مرتكله سامي حسن رقرار كالان تاب سومالي زي بي تي في كان يوا بريمير ولد لعب ودر صاحب كاغا وغا اديغ ميل كستا كو بيحبي لشا ودر هانا لغاغا سو دير ميل والبا كما مولو اكون كاغا اي كار كاغا بريمير بانك لسو دقمانتا او كو ماري كون هرمري نلو شادة دقالي بريمير ولد.